لا سبيل للوصول إلى تسوية للأزمة إلا بالحلول السلمية الدبلوماسية، شعار ترفعه مصر دائما، بل تعمل على تطبيقه إزاء القضايا الإقليمية والأزمات الدولية، وآخرها وأبرزها حاليا الأزمة الأوكرانية الروسية التي دخلت عامها الثاني دون جديد يذكر بل قديم يعاد، والكل يعاني ويلات الحرب وتداعياتها. الأمر لم يقتصر على روسيا والأوكران فحسب، بل تخطى طرفي الصراع ليصل إلى العالم أجمع تقريبا. لذا فالرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه الأخير مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي شدد مجددا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي، مؤكدا دعم مصر لجميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام، لافتا إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد. وهذا الأمر ثمنه الرئيس الأوكراني منوها بدور مصر المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي. تبني مصر للحل السياسي لم يكن وليد اللحظة، بل بعد نحو شهرين تقريبا من بداية الحرب الروسية الأوكرانية قادت مصر المبادرة العربية لإنهاء الأزمة الروسية بعد تشكيل مجموعة اتصال وزارية معنية بالأزمة تترأسها مصر إلى جانب الأردن والعراق والجزائر والسودان، بالإضافة إلى الجامعة العربية، إذ تدعم المبادرة مواصلة مسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني، مع استعدادها للقيام بجهود وساطة ودعم مسار التفاوض المباشر بين الجانبين بهدف التوصل إلى إيقاف عاجل للعمليات العسكرية الجارية والبدء في مناقشة عدد من إجراءات بناء الثقة وبما يكفل حل هذا النزاع بطريقة سلمية ومقبولة من الطرفين. الخارجية المصرية بدورها واصلت ولا تزال الدفع في هذا الاتجاه السلمي والدبلوماسي لحلحلة الأزمة، ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري الذي يتواصل باستمرار مع نظرائه الدوليين لبحث سبل دعم الحل السلمي ومحاولة الوصول إلى مفاوضات روسية أوكرانية لعلها تكون المنقذة والمخلصة من حرب لم ولن تحمد عقباها.